بس الصوت اللي عاش محمد طفولته وشبابه في رعاية ربه بات محمد سيد الإسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد أو يخرج وهو حراء يتعبد فيه والتأمل فيه خلق الله سبحانه وتعالى حق الناس عليه. يبقى أول عنصر محمد صلى الله عليه وسلم قبل نزول وحي عاش سيدنا محمد طفولته وشبابه في رعاية ربه. إذا كان ياخد الرسول اللي هو حراء ليه؟ يتعبد فيه ويتأمل في خلق الله حتى نزل عليه الوحي. نزول الوحي والوحي هو ما ينزل من الله على الأنبياء عن طريق جبريل. نزل جبريل على محمد في غار حراء في إحدى ليالي شهر رمضان ويتعبد في غار حراء. قصة نزول الوحي عندما نزل جبريل ضم محمد إلى صدره وضرب بماء حوض. قال جبريل اقرأ محمد ما أنا بطارق على جبريل مرتين محمد ما أنا بطارق. قال جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان في عرب اقرأ ربك الأكرم ليس على الأرض. قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بيت يرتجي فبدأ يسميوني سميوني وأعطوني فبدأ يسميوه وبدأ يحكي لسيدة خديجة عن معاذ. موقف السيدة خديجة كسر الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجة خديجة فطمأنته وقالت والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بدأ الرسول قدام بعض الصفات الجميلة بنسل الرحم يحمل الكل يكسب المعدوم ويعين على ملائكة الأجر. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فأقرأ محمد ورقة بن نوفل ما حدث فقال قال إنه الوحي الذي نزل على موسى وقال ما يصدقون أبي هذه الكلمة. ثم جاء إليه الأمة الأخرى رسول الله أحمد بعض الإسلام وبدأت مراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. مراحل دعوة الرسول مر دعوة الرسول ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من الجلسة حتى السنة السادسة. المرحلة الثانية الجهر بدون وجه من السنة السادسة من الجلسة حتى الهجرة إلى الإسلام. المرحلة الثالثة مواجهة المعتدين على الدعوة من السنة الثانية من الهجرة إلى يثرب حتى الثالثة. المرحلة الأخيرة هي العالمية الدعوة وطبعا مواجهة من يكون ضد حرية نشر الدعوة الإسلامية اللي بدأت تصبح في الحرية. نبدأ أول مرحلة هي المرحلة السلبية. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أهل بيته المقربين منه. استمرت هذه المرحلة ثلاث سنوات دعا فيها الرسول أهل بيته. فكان أول من أسلم من النساء سيدة خديجة، أول من أسلم من الرجال صديق أبو بكر، أول من أسلم من الصبي علي بن أبي طالب، أول من أسلم من المهادي خادمه زيد بن أنس. وعندما زاد عدد المسلمين ل 30 مسلم اختار لهم الرسول الأرقى ابن أبي بكر لكي يتعلموا الدين فكان أول مدرسة بالإسلام. أما المرحلة الثانية وهي الدعوة البشرية، لما بدأت السنة السادسة من الدراسة حتى الهجرة إلى يثرب. بعد ثلاث سنوات من المرحلة السرية أمر الله رسوله بإعلان الدعوة، من يصدع أن يعني الدعوة الإسلامية. فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وبدأ يدعو في الناس ما بين يديه واحد من أحد وتلقى عليه الأصفر. وقال الرسول أرأيتم لو أخبرتكم من خيل من رب هذا الجبل لنا الغبار عليكم وكنت مصدقي فقالوا ما جربت عليك كسبا قط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اني نسيم لكم من يدي عذاب شديد. فقال عنهم قولها تبا لك اساء اليوم هذا بمعدنا. بدات مرحله الابتلاء الرسول صلى الله عليه وسلم نبدا بموقف قريش من الدعوه. رفضت قريش دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وهربت من صلى الله عليه وسلم وزادت بسبب أول حاجة إن سنة قريش إن الدعوة تحول أسلحة وعملياتها بين القبائل. ثانيا إن الدعوة تخالف دين آبائهم وأجدادهم. رفضت قريش دعوة الرسول وحضرته من المعصية الأولى وذلك بسبب أولا زنت إن الدعوة تحول أسلحة وعملياتها بين القبائل. ثانيا إن الدعوة تخالف دين آبائهم وأجدادهم. ولكن نلاحظ لم تدخل قريش إن الدين الجديد هو سبب عزات ورفع عملياتها بين القبائل. في المرحلة اللي احنا الابتلاء أول حاجة موقف قريش من الدعوة رفضت الدعوة. لكن لم تدرك قريش من الدين الجديد سيكون سبب وزادها ورفع معناتها بين القبائل.
ولكن سلموا وصبروا على دينهم وفشل قريش في منع الرسول واصحابه من نشر الدعوه ورد الرسول واصحابه عن دينهم. فبدات قريش تبدا بمعامله جديده، هي عرضت قريش على الرسول المال والسعاده، ولكن رفض الرسول صلى الله عليه وسلم العرض الذي رد عليه قريش لما قالوا عليه عنه قال لهم والله يا عم لو وقع الشمس في يمين والقمر في يساري على النهر هذا الامر حتى زرت الله واقول لك دونه ما تقرا. يبقى قريش لما فشل من رد الرسول واصحابه منهم بدات تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل عمله، ولكن رفض الرسول. ونتيجه ذلك نتائج رفض الرسول عرض قريش حصلت قريش الرسول واصحابه تم شيل ازاي قريش على المسلمين ومقاطعه كل من يرفض قرار الرسول سواء كان من قبيل بني هاشم او بني عبد المطلب ثلاث سنوات. من نتائج رفض الرسول عرض قريش حصلت قريش وقاطعه المسلمين وكل من وقف بجوارهم من قومهم من بني هاشم بن عبد المطلب واستمر الحصار ثلاث سنوات، ولكن فشل ايضا في غلط المسلمين عنهم. وبسبب شده الايذاء قريش المسلمين امر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجره الى الحبشه. لان ابي ملك العائله لا يزعم عنده احد قرض الصدق ولم يتفسر، امر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجره الى الحبشه لان ابي ملك العائله لا يزعم عنده احد، وثانيا هي قرض الصدق فخرج المسلمين الى الحبشه. وقام الرسول بالتفكير في مكان جديد نشر الدعوه، رحله الطائف. أسباب الرحلة إن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في مكان آخر للدعوة. أولاً بعد فك عقل زوجته الذين كانوا عقل له على قومه. وتوفى عقل زوجته في العام العاشر من قيصر أطلق على هذا العام عام الحزن. ثانياً إنه يلتمس النصرة والمساعدة من قبيلة سقيف الطائف. ولكن كانت نتائج الرحلة إن رفض أهل الطائف للدعوة وإزاء الرسول أمر بإزاء ولكن بطلب العربية من بلا مكان. بقى تشابه في الحل من قبيلة قريش وقبيلة سقيف إن هما الاثنين نزلوا الرسول ورفضوا الدعوة للإسلام. ولكن أراد الرسول الله سبحانه وتعالى أن يخفف على الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل له بجبريل ليستحبه في رحلة هي رحلة الإسراء والمعراج. أزاء الرحلة أراد الله أن المسلمين يخفف على النبي محمد بعد فرض عمه وزوجته ورفض فارسل له جبريل يصحبه في رحله كانت معجزه وهي وانها بنت الاسراء والمعراج، حيث اسرى به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج الى السماوات ليرى من ايات ربه الكبرى. نتائج رحله الاسراء والمعراج كان موقف قريش وبكر من رحله الاسراء والمعراج. على الرسول واخبر قريش ولكن كذبوه، انه كذبوه في الدعوه فعلا، كذبوه في رحله الاسراء والمعراج. ولكن ابو بكر الارواح صدقه ولم قال ذلك فقد صدق في القدس. لو سمحنا اتكلمنا عن بعثه الرسول عرفنا عن حياه الرسول قبل الرسول الوحي، عرفنا عن قصه الوحي والرسول الشديد، موقف السيده خديجه ورقه بن نوفل وابن عم السيده خديجه عالم الانجيل وسيدنا ابراهيم اخبر الرسول بن مسلم سيكون نبي هذه الامه، عرفنا عن مراحل الرسول المرحله السريه الجهل وعدم المذهب، مرحلة مواجهة المعتدين على الدعوة وأخيرا العالمية مواجهة من يقرأ ضد الحرية من شأنها. رفع موقف قريش للدعوة ورفضها إنها لم تدرك إن الدين الجديد سبب الزاد ورفع مكانتها بين القبائل. رفع لها الهجرة للحبشة في أول الهجرة للمسلمين الأوائل بعد إزاء قريش لها، كان سببها من الحبشة إلى ملك عالي لا يسمع من دعوة أحد. رفع رحلة الطوق لما عام الحزن عام فقط الرسول عنه وزوجته خديجه عن العشق من الناس. رغم ان الاسراء والمعراج موقف بين قريش وبكر الصديق وبكر من الرحله. كده كنت هنا من بعد رساله اليوم، اتمنى لكم التوفيق والسلام.